هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط خمسة، إذا ما بتجيبهم لا مو عبادة، منخاف بيصير معصية، نخشى. واحد، أن تنوي به تقربا إلى الله تعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هلا إذا واحد من الفجر إلى المغرب لا أكل ولا شرب، مشغول بشغله يعني، هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر، لأنه ما نوى، بده ينوي. أما إذا نوى، يا رب نويت الصيام، برافو عليك. إذا أنت نويت في نزولك إلى عملك إعفاف نفسك عن الحرام، نويت إعفاف زوجك وأولادك، نويت امتثال أمر الله عز وجل في النفقة على أسرتك، نويت قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى، نويت جمع هذا المال لتأخذ منه من الحلال لنفسك ثم تتصدق على الآخرين، هذه النية هي أول شرط من شروط حتى يكون العمل عبادة. رقم اثنين، ألا يعمل في حرام. أما مو معقول واحد عم يبيع خمر وعم بيقول لك العمل عبادة، أنو عبادة عم تبيع خمر بعيد منه؟ عم يعمل بالربا، العمل عبادة، أنو عبادة هذا وأنت تعمل فيما حرم الله عز وجل؟ لا، معصية هاد. رقم ثلاثة، ألا يخالط عمله حرام. هلا في واحد بيشتغل بياع، ببيع يعني بقالية يا أخي، حلال، هو إذا ناوي أن يتقرب إلى الله بخدمة الناس وقضاء حاجاتهم شغلة كثير منيحة. بس هلا إذا راح بقلب المحل تبعه غير شو مدة صلاحية علبة المرتديلا، صار العمل معصية، هو بالأصل عمله عبادة. إذا صار شاف زبون مسترسل وراح غبنه في السعر صار حرام، لأنه غبنت، مو لأنه البيع البقالية جائز، بس لأنك غبنته لهذا الزلمة ما بيعرف وحسيته يعني بسيطة، رحت لطشته بالسعر، هذا صار حرام. فلذلك حتى يكون العمل العبادة يبدأ خمس أشياء: واحد، أن تنوي، رقم اثنين لا يكون حراما، رقم ثلاثة لا يخالطه حرام، رقم أربعة لا يصدك عن فرائض الله. هلا هو موظف بمعمل لصناعة المراوح، منيح هذا العمل إذا نوى وليس حراما وليس فيه حرام، بس ما بيصلي لا الظهر ولا العصر، يا أخي ما تصلي؟ قال والله مشغولين، أنا مستلم خط لأنه وما بفضى بنوب بصلي، بس عم روح على بيتي عم صليهم كلياتهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء، منيح هيك؟ لا مو منيح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شايف، صده عمله عن فرائض الله صار حرام، لو ما صده كان يا رجل مأجور أنت في العمل. يا أخي ليش ما عم تزور أمك؟ صلوا ثلاثة أشهر ما عم بيزور والدته، قال والله مشغول، والله الشغل اللي فوق راسي، الله وكيلك، والله لقمتي عم هيك يعني سلتها تسديد، إيه بس أنت هلأ صرت في معصية لأنك مشان هذا العمل اللي عم تسميه عبادة هو مو عبادة، صدك عن فرائض الله. بر أمك ورعايتها وزيارتها هذه من الفرائض، فرض بالنسبة لك البر. ليش ما بتحضر مجلس علم؟ قال والله أنا بتعرف كنت بشتغل وش دوامي من الصباح لآخر الليل. طيب أنت الله يسامحك صدك عملك عن فرائض الله، معقول ما بتعرف تقرأ قرآن؟ أنت شاب عمرك 20 سنة، معك لغتين أو 3 لغات، وبس تقرأ قرآن عن حاضر، ما بده شيء يعني. قراءة القرآن شو بدها؟ قراءة القرآن بدها تدريب لمدة شهر مع أستاذ بشكل يومي، أو إذا شكل مقطع يوم بالأسبوع بدها بتمتد لمدة سنة، بس هذا التدريب هو بيساوي قارئ، تقرأ بس قراءة عن حاضر. فالشرط الرابع حتى يكون العمل عبادة ألا يصدك عن فرائض الله، والشرط الخامس أن تتقنه بقدر المستطاع حتى تكون عبادة. هلا أنت مثلا بتجيب دهان بدهن لك، بتضلك 10 سنين بتقول الله يجزيه الخير كتر خيره، والله اشتغل من قلبه رب، بتجيب طقم كنبايات على بيتك هيك، طقم صوفايات، يعني بتفرح من قلبك. بس شايف، إتقان العمل جعل عمله عبادة.